أعزائي طلاب الصف الرابع الابتدائي، سوف نقدم لكم الدرس الثاني من الوحدة الثانية بعنوان الكلمة الطيبة. وفي هذا الدرس سوف نتحدث عن الفرق بين الكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة وأمثلة الكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة وأثرهما في المجتمع، وسوف نستمع إلى الآيات التي توضح الفرق بينهما، وهي من سورة إبراهيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وبعد أن استمعنا إلى الآيات تعالوا نتعرف إلى المعاني والكلمات. ضرب الله مثلا، بيّن الله مثلا. الطيبة حسنة مقبولة، أصلها ثابت، أصلها مستقر راسخ يصعب نزعه، تؤتي أكلها، تعطي ثمارها، يتذكرون، يتعظون. الكلمة الخبيثة هي كلمة الكفر والشرك، ما لها من قرار، ما لها من ثبات، بالقول الثابت الكلمة التوحيد. ويضل الله الظالمين، لا يهديهم الله ولا يرشدهم إلى الطريق المستقيم. طيب تعالوا نعرف ايه هي الكلمة الطيبة. هي قول حسن يدعو الى الخير وينهى عن الشر ويحث على الفضيلة وينفر من الرذيلة. اما امثلة الكلمة الطيبة فهي الصلح بين المتخاصمين، الدعوة الى اتقان العمل، النهي عن الغش سواء في الامتحانات او في البيع والشراء. وأن الكلمة الطيبة كالشجرة المثمرة الطيبة يمتد ثمرها في الدنيا والآخرة. أما أثر الكلمة الطيبة في حياة الناس، تفيد الناس وتصلح من أحوالهم، كما أنها تعمل على إسعاد المجتمع وتسهم في زيادة الإنتاج. وتقدم الوطن. عكسها بقى الكلمة الخبيثة، هي الكلمة التي تدعو إلى الشر والفساد وتؤذي الناس وتبعدهم عن طاعة الله. وأمثلة الكلمة الخبيثة زي الكذب والغيبة، النميمة، الخديعة، سب الدين وشتم الناس وتزيين المعصية والدعوة إليها. يبقى إن الكلمة الخبيثة زي الشجرة الخبيثة التي لا فائدة منها، فليس لها ظل يستظل بها الإنسان، وليس لها ثمر ينتفع به الناس، كما أن منظرها قبيح.
القبيح. أما أثر الكلمة الخبيثة في المجتمع تساعد على نشر الفساد وتجعل الناس ينفر بعضهم من بعض وتؤذي مشاعر الآخرين وتخدش الحياة. وعندي في الدرس دوت حديثين مهمين جدا. أول حديث: فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله: أي المسلمين خير؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. وتاني حديث عندي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكل خيرا أو ليصمت. وراوي الحديث ده أبي هريرة. نيجي بقى لبعض المعاني والمفردات. اليوم الآخر يوم القيامة، يحسن إلى جاره، يحسن يعامله معاملة طيبة، يكرم ضيفه، يحسن استقباله ويرحب به، فليقل خيرا، فليقل قولا طيبا.